لا اولا انا لله وانا الى راجعون. هذا الخبر بقى فينا الحال بزاف كيف ما يبقى الحال في كاع المغاربه، غير هو بالنسبه لنور الدين بكر الله يرحمه كان بحال الاب ديالي، وهو كان مؤخرا ولا صديق ديالي بزاف، ولا كيدير لي شي حوايج كبار مني بزاف. هو انه التليفون كيعيط ليا، هو باش هو يعيط ليا ما سهلاش، وكنت قريب منه بزاف انا، وطلبوا لي الرحمه ان شاء الله وانا لله راجعون. اخر لقاء كان عندي من بعد ما كنا جبناه في السهره ديال التكريم ديال الخياري، كنت جيت عنده مؤخرا دابا شي 20 يوم، هذا هو اخر لقاء ديالي. ولكن الحمد لله كنت ديما كنطلب ربي اللي يعذبه. من بين الذكريات اللي كاين ديالك واش نقول لك اخويا؟ ما نور الدين بكر ملي حليت عينيا وانا كنشوف، ملي حليت عينيا وانا كنشوف داك السيد، لا في الصغر ديالي لا ملي كانوا كيخدموا مجموعين ولا الابناء ديالو، كنا كنبقاو في دار وحده، وباقي لدابا تنتلاقاو الحمد لله، وباقي دابا العلاقه عندنا بهم مزيانه الحمد لله، وكنعزيهم من هذا المنبر، كنعزيهم وكنعزي المغاربه كاملين، والله يرحمه الله يرحمه، كان رجل عظيم بزاف. مشى معك باس، وانا يلاه سمعت الخبر دابا تقريبا واحد نص ساعه ما تيقنش، تعيط لسي محمد الخياري وثبت لي بان راه توفى. غنقول لك ان لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه في هذا النار والله يوسع عليه. نور الدين بكر من اطيب خلق الله، وانا فيت لي تعاملت معاه في مسلسل ديال سرب الحمام، وكان كيوجهني وكيقول لي ها كيفاش تخدم، ها كيفاش، يعني ما عندوش مشكل مع شكون اللي غيكون معاه في التمثيل، يعني قامه كبيره وتعطيك الوقت وتراجع معاك وتعاونك، الله يرحمه في هذا النار والله يوسع عليه. وعزاؤنا واحد، نقول لك نور الدين بكر فنان كبير وما يمكنش يتعوض، اللي كيقول خياري نور الدين ما منوش جوج، الله يرحمه والله يوسع عليه في هذا النار. كنعرفوا يعني الفنان هو باقي على قيد الحياه، يعني ما خطاوش كنقول لك الاشاعات اليومات مكتوب من يعني بلي الوفاه ديالو صحيح، يعني ربما مصدقين لا، انا كان عندي نفس المشكل ديال الاشاعه، ولكن ملي عيطت الخياري وثبت لي الخبر جيت ديك الساعه وصلت لهنايا. انا ما بغيتش نقول شي حاجه، حتى بالنسبه للعائله ديالي قلت لهم تنشوف الخياري، لان الخياري هو اللي المصدر، هو اللي يقدر يعطينا الخبر الصحيح، ما صديق ديالو واخ ديالو ما كيتفارقش هو وياه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.